الحمد لله، السلام عليكم. المرجو الضغط على زر لايك، دعمونا بالزر لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء والصلاة على النبي في التعليق. اللهم صل على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. سؤال جيد، أعجبني هذا السؤال لهذه الأخت. كيف نرجع اليقين بالله؟ هذا هو ما أتكلم عليه في الفيديوهات. تجد سيدنا نوح عليه السلام حرك سفينة بسم الله بسم الله، لماذا؟ لأنه كان عنده يقين، يعرف أنه يتكلم ويعرف قوة الله، ويعرف أن كل شيء يتحرك في الأرض بإذن الله. فكيف أرجع اليقين؟ أول شرط قطع الحرام من جذره، لأن مثلا إذا أنت بدأت تمارس حرام أو تسمع لحرام وتتكلم في حرام بلسانك أو بأذنك أو تذهب برجليك أو بيديك تفعل الحرام وتشد الحرام، فهذا لن يجعل لك اليقين، لن يدخل اليقين في قلبك، لأن أنك أنت في درب الشيطان. فالشيطان مثلا الذي يسمع الموسيقى قلبه يصبح أسود كالحجر، قطر تسمع الموسيقى يصبح كالحجر، فهذا القلب لا يدخل فيه اليقين ولا يستطيع دخول فيه الإيمان. مشاهدة كذلك بالبصر، مشاهدة الأشياء المحرمة كذلك لا تجعل اليقين يدخل في القلب ويتغلب عليك القارين. أنا هنا لا أتكلم بالتفصيل، فقط أختصر المعلومات، أختصر لك المعلومات وأنت فكر. هذه المعلومة الذي أقولها أنت ضعها في عقلك وفكر فيها، ستجدها حقيقة. متى الذي يسمع الموسيقى كثيرا كثيرا؟ اسأله، دائما سيقول لك أنا أحس بفرح وسرور لما أسمع الموسيقى، ولما لا أسمع الموسيقى أحس باكتئاب، لأنه في قلبه لا يوجد ذكر، لا يوجد الله، يوجد موسيقى، يوجد شيطان في مجرى الدم يجري في دمه. فهمت؟ فإذا أردت أن تزيد اليقين ماذا يجب أن تفعل؟ ماذا أنصحكم دائما؟ ذكر الله، ذكر الله، وسأعطيك ذكر يزيدك اليقين ويجعل لك الخشوع في القرآن، تخشى في القرآن. مجرب من عندي. إذا أردت أن تصبح أنك تحب الله وتحس بمحبتك إلى الله والله يحبك وتخشى في القرآن، تخشى في الصلاة ويكون لك يقين، أكثر من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سأعطيك أخرى باختصار ترفع درجتك بسرعة. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ترفع درجاتك بسرعة ولا تكون في بئر. إذا قلتها ولو 100 مرة وراء كل صلاة، فقط 100 مرة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ستتعجب في نفسك أنت كيف تغير حالك 180 درجة. خشوع في القرآن، خشوع في الصلاة، المحبة للذكر، المحبة لطاعة الله، محبة الله، تفكر في الله، تفكر في الدار الآخر. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، إنك تسبح الله، ولما تسبح الله ده يعني إنك تحبه. والله يقول والرسول يقول سبحان الله وبحمده عليه الصلاة والسلام، والرسول يقول سبحان الله وبحمده أحب إلى الله من أن تصدق جبل من ذهب. هل أنت عندك جبل من ذهب؟ ليس عندك جبل من ذهب. كم تستطيع أن تصدق؟ 100 دولار، 2000 دولار، 1000000 دولار، فأنت ليس عندك جبل من ذهب. فهي أحب، سبحان الله وبحمده واحدة فقط، أحب إلى الله من أن تصدق جبل من ذهب، جبل من ذهب يسوى تريليونات من الدولارات، أحب إلى الله. إذا أردت الله أن يحبك وتحب الله ويكون لك اليقين، أكثر من سبحان الله وبحمده، أو كما قلت لك أسهل طريقة وهي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، فقط 100 مرة وراء كل صوت، فقط ليس عندي وقت، 1000 مرة في الليل، ترى العجب من اليقين ومن الخشوع، خصوصا الخشوع في القرآن. تتعجب أنت لنفسك كيف تبدأ تحب القرآن، ولما تبدأ تحب القرآن يعني أنك دخلت إلى عالم اليقين وأنك تحب الله. فهمت السر؟ وستبدأ تتخشى في القرآن وتتمعن في كلماته وتقرأ ببطء. افعلوا الطريقة وسترون. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.